بعدين. بعد ما رحت لها المكتب وهددتها نزلت من عندها ورحت القسم عملت محضر لاختها انها كانت عايزه تقتل. يوميها بالليل فوجئت ان ملك جاي للبيت. ايه مش هتقولي اتفضلي؟ واضح يعني انك عرفت انك غلطانة ورجعتي نفسك وعرفت انك مش هتقدري تسدي معايا. لا من ناحية هسد فانا اقدر اسد قدام 10 زيك. بس ليه نخسر بعض طالما قادرين نكسب من بعض؟ نكسب من بعض ازاي؟ يعني اشتري الخمسة مليون بتوعك بخمسة مليون تانية. بعشرة مليون؟ لا فاهميني. فاهمك. قعدت تكلمني عن مستقبلي وانها ممكن تأمنهولي لو حطينا ايدينا في ايدين بعض، وان الحياة صعبة وما ينفعش اعيش فيها الا الاول. غسلت لي دماغي يعني وكتبت لي شيك بمبلغ محترم. طبعا يا فندم انا ما خدتش بالي ان التاريخ اللي مكتوب في الشيك عمره ما هيجي، لانه كان مكتوب 31 فبراير. ضحكت عليا يعني يا فندم ونومتني تنويم مغناطيسي، وبقت بتعاملني زي ما تقول كده على ان اهبل، اي حاجه تقوليها لي اعملها. يعني على امل انها تدينا ال 10 مليون جنيه اللي وعدتني بيها. وقفت بعربيتي قدام بيت وليد، كان المفروض اني هتكلمه عشان ينزل لها، واول ما ينزل اقتله. ايوه يا وليد انزل لي انا تحت مستنياك. وبعدها بيوم رحت لها الشركة. ليسي ازيك؟ ويلكم. انت صاحبنا ولا ايه يا ابني انت؟ ايه ليسي دي؟ انا اصحابي بس والقرابين هم اللي يقولوا لي يا ليس، لغاية انت تقول لي يا خالد، استاذ خالد. حسين هبل ولا ايه؟ حاسب يا ابني. هاي ازيك؟ اهلا. اظن المرة دي بقى انها موجودة وفي بيني وبينها ميعاد. تمام. طب ثواني بس قبل ما تشرب قهوتك اشوفها خلاص التليفون ولا لا. هو المقابله اللي بيني وبينها اكيد اهم من المكالمه اللي هي بتتكلم. روحي هاتي القهوه وتعالي ورا. طيب ماشي اتفضل. لا تعالي 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 تعالي. خدي الشنطه دي، خدي بس الشنطه دي، تروحي بيها لمدير الحسابات. ها قولي له الاستاذ خالد الليسي او خالد بيه الليسي جوه، خليه يحط فيها الفلوس، وبعدين فهميني هعدي وراه. باكو بقى ينقص 100 ينقص 200، حركات الزباله دي مش عليا. ها يلا. أنا مش فاهمة حاجة. مش لازم تفهمي، كلها ربع ساعة هتفهمي، بس بسرعة لأن مبلغ زي ده أنا ما أقدرش أحطه في البيت، يلا عشان أحل البنك، يلا. يلا. ملوكة. أه. أدي اللي عملت اللي عليا أهو، أداني لعيب وأزح. برافو. أه. بقول لك إيه؟ أنا أديت الشنطة اللي اسمها إيه اللي شغالة معاكي بره دي تديها لمدير الحسابات. إيه جيسيكا كورجر غيرت لون شعرها. أه؟ مين جيسيكا؟ شنطة ايه؟ شنطة ايه زي ازاي؟ الشنطة؟ لا بقول لك ايه؟ أنا قايل لك
انا لا بحب الشيكات ولا التحويلات. انا اديتها الشنطه عشان مدير حسابات يحط لي فيها العشر قرانب، يعني عمال ما اشرب قهوه عشان الحق البنك. الفلوس اللي انت هتدفعه مش كده؟ ادفعهم ازاي؟ ادفعهم لا ادفعهم ايه؟ انت اللي هتدفع. هو مين يدفع لمين؟ انت تدفع لنا. ادفع لك انت؟ قولي كده بقى، انا الموضوع برضو يعني فكرتي فيه. ايش واضح ان مريم يعني حكيت لك قد ايه كانت بتتبسط معايا وكده، عايزه تجربي الموضوع. ايش عنديش مانع، بس انا مواضيع دي ما بدفعش فيها فلوس. ها انا اصلا باخد في المواضيع دي فلوس، بس عشان كده يعني ممكن اديكي 5 بواكي، وعشان انت مالك هانم الجرحي ممكن اديك 10 بواكي يعني ونخلص الموضوع وتبقى البنت واختها. طب اخلص اخلص حيوان. ليه الشتيمة دي؟ أنا مش فاهم، هو أنت في إيه من أول ما دخلت؟ أنت دماغك مودياكي في إيه؟ مودياني تليفونك. ماله؟ ماله تليفوني؟ فين؟ في جيبي. بص كده على الواتساب اللي أنا بعتهولك. إيه بعتلي على الواتساب يعني؟ فيديو كده هتشوفه. أمال صح؟ أنا دماغي دي أنا كنت شاكك والله، كنت شاكك من زمان في الموضوع ده. أنت بعتلي فيديو على الواتساب؟ ما تفكرش كده. بس بقول لك ايه، هنتفرج ازاي هنا على حاجات زي دي؟ وبعدين يدخلوا علينا من بره يقول لك خلي بين ليسي ومالك انا متجرح بتفرج على فيديوهات ابيعها سوا. انت اتفرج عليه لوحدك، انا حافظاه. اتفرجت على فيديو كتير، عايز تديني خبره. بص على الفيديو اشوف انا بقى، بس انا عندي خبره في مواضيع دي كتير، اتفرج ليه؟ خبره زياده يعني، اشوف حاجات جديده. انا كجرح الفيديو، اتفرج بقى. اتفرج بقى على الفيديو. ايه رأيك بقى؟ رأيي في ايه؟ في نفسك وانت بتقتل يا موز. انت كنت بتصوريني؟ اصل ما هنش عليها لحظة زي دي تعدي وما صورهاش. تحب بقى ننزلها على يوتيوب ولا نقطعها ترانشات وننزلها على انستجرام؟ ولا اقول لك بلاش حرام، مهونش عليا برضه اني اضيع مستقبلك. على فكره انا محتفظه بالفيديو ده، ولو عايز ممكن اديهولك، بس كله بتمن. شو قلت لك هتدفع؟ ايه هتفضل مزبهل كده كتير؟ يلا يا بابا، يلا يا حبيبي، وبقى خد الباب وانت ماشي، ووشك ده ما شوفوش تاني. عارف لو فتحت بقك ولا اتكلمت ولا شفت المنظر ده تاني، الفيديو ده هيروح للنيابة. يعني وش كده اعدام. معرفتش ليه خليتك تقتل وليد؟ بصراحة لا يا فندم. وانت ما سألتهاش؟ لا، انا في الوقت ده كان كل المهم بالنسبة لي ان انا اخد الفلوس، فما سألتهاش. ده امر ضبط واحضار لملك لطف الجرح، عايزها تكون قصادي بكره الصبح هنا. امرك فندم. اتفضل. ها قلت ايه في اللي قلتولي؟ مش عارفه. يعني ايه مش عارفه؟ اصلي ايه؟ اتكلمي يا ملك. انا مش ملك. امال انت مين؟ أنا مريم أختها التوأم. ثابت في محضر جمع الاستدلالات إنك لما سألتي أقريت إنك ملك، ودلوقتي لما فتحنا التحقيق قلت إنك ملك. بس في الحقيقة أنا مريم مش ملك. طب ليه قلت إنك ملك؟ طب بلاش كده، فين ملك؟ مسافرة. مسافرة فين؟ معرفش. ملك، انت مقبوض عليك في بيت الزوجية وفي وجود زوجك نديم فخري اللي شهد بانك ملك، فبلاش امور اللف والدوران دي لان مش هتفيدك بحاجة. لا العظيم انا مريم، ولا ليها دعوة بالمخدرات ولا ليها
ولا قتلت حد ولا اعرف حاجه عن التهم دي. انا مريم. هاي يا خالد، هي مريم فعلا ولا ملك؟ ملك مين؟ دي مريم يا فندم، انا كنت متجوزها وانا توه عنها. هي يا فندم ملك جرحي اللي هربتني من امريكا. انا ما اعرفكش ولا عمري شفتك. هو يمكن اكيد بيتكلم عن ملك مش عني، ما اعرفوش. انا متاكد ان هي يا فندم هي دي ملك جرحي. ملك الجرح. حامل ولا لا؟ كنت فاكره نفسي حامل، بس اوعدك لما نخرج من هنا هنجيب لك بنت زي لوشي. ولا انت بتحب الولاد؟ خلاص هجيب لك ولد زي القمر شبهك. هتطلع من هنا على حبل المشنوع؟ ملك هي اللي قتلت مش انا. مين اللي قال كل ده؟ ممكن يبقى تلفيق، انما انت اعترفتي لي انك قتلتيها، تبقي مجرمه وتستاهلي الاعدام. دي انا ما قتلتهاش، هي اللي غرقت. انا مش ذنب ان هي ما بتعرفش تعوم. وبعدين انا عارفه ملك كويس، وعارفه كويس قوي هي بتفكر ازاي. دي كان ممكن بعد الشر يعني لك. صدقني يا نديم احنا خلصنا منها. مين اللي قال لك اني كنت عايز اخلص منها؟ ومين اللي صور لك اني كان ممكن احبك في يوم من الايام؟ هي ما تحبنيش، هو انا اقل منها في ايه؟ ولا يعني كان لازم امثل عليك زيها عشان تحبني؟ هي بس شاطره شويه، عرفت تضحك عليك عشان تتجوزها وتحبها. لعبتها صح يعني، طول عمرها بتحكم عقلها في كل حاجة. لكن أنا كل اللي حلت شوية إحساس، هو قلب ده اللي كل الناس بتكسره وتزعليه. كلامك مش هيهزني ويخليني أقول لهم إنك مريم مش ملك. هتطلعي من هنا على حبل المشنة ومحدش هيصدق كلمة من اللي بتقوليها. من أي صدق؟ هيعملوا لي تحاليل. لما يعملوا الدي إن إيه هيكتشفوا إنه متطابق لأنكوا توأم. يبقى ما فاضلش غير البصمات. وأنا محيت كل بصمات ملك من على أي ورقة رسمية. يفضل بصمتك أنت. ليه يا نديم ليه؟ ليه بتعمل معايا كل ده وأنا اللي بحبك؟ عشان قتلتيها من غير وجع حق. قتلتي الإنسانة الوحيدة اللي حبيتها في حياتي.